هكذا يبدو المظهر في أنهار محافظة ديالى، قلة مياه وجفاف وأرض زراعية دمرت ومخاوف وأبداها أهالي المحافظة من شحة المياه وقلة الإطلاقات من دول الجوار الذي وصفوه بالمخيف وعدم وجود تخطيط جدي من قبل الحكومة التي لم تتخذ أي تدابير لمنع حصول كارثة في الأيام القادمة. اللي عمها جفاف الإنسان، الإنسان هو سبب جفاف الأرض. كل أهالي ديالى اليوم متخوفين من موضوع الجفاف، خاصة بحيرة حمرين اللي هي الشريان الرئيسي المغذي لمحافظة ديالى ونهر دجلة، كذلك كونها مصب من مصبات نهر دجلة، يتغذى من بحيرة حمرين اللي تتغذى بدورها من سد دوكان اللي يتغذى بدورها من الجارة إيران، وسبب عدم تصرف التصرفات الصحيحة. هنالك منسوب مائي يهدر ويطلق أكثر من المنسوب المائي الذي يدخل إلى العراق. بحيرة حمرين انتهت نهائيا، هنالك أكثر من 400 عائلة عايشة على الأسماك وعايشة على هذه المياه في هذه المناطق، انتهت نهائيا. إجراءات تم اتخاذها من قبل إدارة المحافظة من خلال حفر الآبار وترشيد الاستهلاك للمياه ورفع التجاوزات من الأنهر في عموم المحافظة لتضمن ديمومة الحياة وتجاوز هذه المرحلة. هناك خطوات تقوم بها إدارة المحافظة والموارد المائية من خلال إزالة التجاوزات على الأنهر من قبل الفلاحين. هناك خطوات أيضا بترشيد الاستهلاك في الحصص المائية. أيضا هناك خطوات بتحويل مشاريع المياه على نهر الخالص في المحافظة. هناك الإجراءات كثيرة. مياه الأنهر التي أصبحت شحيحة وموجة الجفاف قد تغير خارطة المحافظة بشكل سريع، حيث لا يمكن للحياة أن تستمر مع عدم توفر المياه، مما يدفع الأهالي للتفكير الجدي بالهجرة. من محافظة ديالى، حسن الشمري، التغيير الفضائي.